اتكلمنا في محاضراتنا اللي فاتت على الميديوم ريزيستنسز، وشفنا الطرق اللي بنقيس بيها، سواء كان الاميتر فولتاميتر، سواء كانت الهوتستون بريدج، سواء كان كاري فوستر سلايد واير. دلوقتي بقى هنتكلم او سبستيتيوشن ميثود، ودلوقتي بقى هنتكلم على الميجرمنت بتاع الهاي ريزيستنسز باستخدام الطريقه اللي اسمها الدايركت ديفليكشن ميثود. هندخل بقى في الهاي ريزيستنسز. اتكلمنا ايام زمان على الهاير ريزيستنسز، قلنا ان الهاير ريزيستنسز دي بتكون فيها قمه المقاومه اكبر من 100 كيلو اوم او اكبر من 1 ميجا اوم. المقاومات دي بصراحه بتبقى مش موجوده عندنا في الالكترونكس، بتبقى موجوده بكثره في الناس بتوع الباور سيستم والهاي فولتج والناس دول. حتى بيقول لي بعض الامثله على الهاير ريزيستنسز موجوده في الانسوليشن ريزيستنسز. الانسوليشن ريزيستنسز دايما بنشوفها في الكومبوننت اللي بتتكون، اللي بيكون فيها يعني الكتريكال اكويبمنت زي الماشينز، ترانسفورمرز، كيبلز. يعني بنشوفها دايما في الحاجات الكبيره العملاقه بتاعت الهاي فولتج والحاجات دي كلها، فدي بتبقى فيها هاير ريزيستنسز، بحتاج برضو طريقه ان انا اقيس بيها الهاير ريزيستنسز دي. برضو بتبقى موجوده في الفاكيوم تيوبس. الفاكيوم تيوبس طبعا كانت موجوده في الكمبيوترز واستبدلها الترانزستور لما جه، كانت برضو المقاومات بتبقى كبيره جدا جدا، عشان كده بتبقى القدره المفقوده عاليه جدا جدا، وما كانتش بتستحمل الاجهزه، وكانت بتحتاج ان هي تتبرد بطريقه مستمره. الليكج ريزيستنسز بتاعت الكاباستورز، طبعا مش الكاباستورز بتاعتنا، الغلابه بتاعت الالكترونكس دي، الكاباستور بانك بتاعت برضه الهاي فولتج والحاجات دي كلها. الفوليوم ريزيستيفيتي بتاعت الماتيريال والسيرفيس ريزيستيفيتي، دي كلها بتعبر عن هاير ريزيستنسز. فاحنا عايزين نشوف طريقه نقيس بيها هذه الهاير ريزيستنسز. هلا خد بالك من حاجه، في بعض الديفيكولتيز بتقابلني وانا بقيس الهاي ريزيستنس، اللي هي ايه؟ قال لك خد بالك في الانسوليشن ريزيستنسز بتاعه المقاومه، قال لي وانا بقيس المقاومه بتاعتي بيبقى غصب عني ان انا بروح اقارن المقاومه بتاعتي بالاكشوال فاليو بتاعه الريزيستور اللي انا عايز اقيسها. يبقى في الانسوليشن ريزيستنس دي بتبقى سيركت اصلا، وانا عندي مقاومه عايز اقيسها، شايفين بصوا تحت هنا كده، دي على بعضها بسميها الانسوليشن ريزيستنس، زي بقى عباره عن مقاومه متوصله امبارل مع الكاباستور، والمقاومه دي انا عايز اقيسها ورا اهي. المشكله بقى في حاجه، ان الانسوليشن ريزيستنس اوف ذا ريزيستور اللي هي موجوده اصلا امبارل مع الكاباستور بتاعت الانسوليتور، بروح اقارنها بعمل اس كومبيرابل تو الاكشوال فاليو اوف ذا ريزيستور ذات وي وونت تو ميجر. خد بالك بقى، ديو تو الليكج كارنت اللي هو بينتج على التيار التسريب الناتج نتيجه ان انا بستخدم انسوليتور ريزيستنسز، لان انا عندي فيها مكثف وبقى فيه ليكج كارنت، هلاقي ان الليكج كارنت ده بيأثر على قيمه المقاومه اللي انا بقيسها. يبقى طالما عندي انسوليتور بقيس مقاومته، وبالتالي في الحاله دي الانسوليتور اصلا عباره عن مقاومه امبارل مع كاباستور. طالما عندي كاباستور بقى عندي ليكج كارنت. الليكج كارنت اللي هو ناتج اصلا من المقاومه بتاعت الانسوليتور هيأثر على قيمه المقاومه اللي انا عايز اقيسها اصلا. كويس جدا. قال لي برضو حاجه ثانيه، ديو تو الالكتروستاتيك افكت، نتيجه الكهربيه الساكنه تاثيرها هيأثر على، هيديني ستري تشينجز كان ابير ان ذا ميجرز سيركت كوزنج الايرور. هلاقي بقى في عندي مجال شارد، هذا المجال الشارد هيأثر على قيمة المقاومة اللي أنا عايز أقيسها، وبالتالي هيديني ايرور في قيمة المقاومة. دي كلها difficulties هتقابلني وأنا بقيس الـ higher resistances. أهو زي ما بقول الـ insulation resistance بمثلها بـ resistor و capacitor connected in parallel، دي كلها بسميها insulation resistance. يعني ما تتخيلش إن هي مقاومة بس، مقاومة الانسوليتور دي مقاومة معاها capacitor in parallel. لما احب بقى اقيس المقاومه الانون هحطها امبارل معاهم، وبالتالي هلاقي تيار التسريب او الليكج كارنت هيأثر على قيمه المقاومه دي، هلاقي الالكتروستاتيك افكت تاثير الكهربيه الساكنه هيديني مجال شارد هيأثر برضه على قيمه هذه المقاومه. وفي الحاله دي
الكرنت هي انكلود البوث ريزيستيف اند كاباسيتيف كومبوننت اند ترو فاليو اوف ذا ريزيستنس كان نوت اوبتين ديو تو الانسوليشن ريزيستنس. حكم ان انا عندي ريزيستيف وكاباسيتيف كومبوننت هيديني ليكج كرنت، هذا الليكج كرنت هياثر على قيمه المقاومه اللي انا عايز اقيسها عندي، لكن ما فيش مشكله خالص ان احنا برضه نقيسها. كمان هلاقي التمبريتشر، الهيوميديتي، نوع الكرنت اللي انا بستخدمه سواء كان اي سي او دي سي، كل ده هياثر على قيمه المقاومه بتاعتي. كمان الديوريشن اوف ابلايد فولتج هو كمان هياثر على قيمه المقاومه بتاعتي. ليه؟ لان خد بالك لو انا عملت تطبيق للجهد بتاعي لمده كبيره على السيركت بتاعتي، هلاقي ان الانسترومنت بتاعي ممكن يحصل له دامج. الانسترومنت يحصل له ايه؟ دامج، لان انا مطبق جهد كبير على السيركت بتاعتي لمده كبيره، وبالتالي الانسترومنت بتاعتي ممكن ما تستحملش. عشان كده دايما في الـ في الـ في الـ في الهاي فولتج وفي الترانسفورمرز والحاجات دي دايما بيعملوها صيانه بصوره دوريه، يشيلوا حاجات ويحطوا حاجات والحاجات دي كلها، لان انا عندي طبعا انسوليتورز، عوازل، حاجات رهيبه محطوطه عليها فولت كبير جدا جدا، ممكن يكون 11 كيلو، 330 كي، ممكن يوصل ل 500 كيلو فولت. فطبعا الحاجات ديت محتاجه عوازل جامده جدا، وبالتالي لابد الطرق اللي انا بستخدمها عشان خاطر اقيس بيها الحاجات دي لابد ان انا اغيرها كل شويه، مش عشان تستحمل كميه الجهد الكبيره ديت، لان طبعا الجهد عامل له تطبيق على السيركت ديت لمده كبيره ما ينفعش اشيله. كويس، ازاي بقى اليمينيت الصعوبات اللي بتقابلني في الهاير ريزيستنسز؟ قال لك احد الطرق ان انا هستخدم جارد سيركت. هستخدم مين؟ الجارد سيركت. ليه؟ عشان ابريفنت الليكج كارنت تو بي ميجر، عشان امنع تيار التسريب ان انا اقيسه. عشان امنع مين؟ تيار التسريب ان اقيسه. قال لي طيب فكره عمله بتدور حوالين ايه؟ الجارد سيركت دي المفهوم بتاعه بيدور حوالين ان انا اباي باس الليكج كارنت فروم ذا اميتر، افتح طريق تاني للليكج كارنت غير الاميتر، هخلي الليكج كارنت ده يمر في الجارد واير وما يمرش في الاميتر، عشان فقط الاميتر اونلي يميجر الترو فاليو بتاع الريزيستيف كارنت. يبقى انا فكره عمله بتحوم حوالين ان الجارد سيركت دي او الجارد واير هيفتح لي طريق تاني للتيار الليكج يمشي فيه غير الطريق بتاع الريزيستنس، غير الطريق بتاع مين؟ بتاع الريزيستيف اليمنت. وبالتالي في الحاله دي الاميتر اللي انا حاطه هيقيس فقط مين؟ هيقيس فقط قيمه التيار اللي ماشي في الريزيستور، ومش هيقيس تيار الليكج. تيار الليكج ده هيخليه يمر انا بقى بطريقه ما، هعمل له باي باس يعني ايه؟ مسار تاني، مجال تاني، اتجاه تاني يمشي فيه اللي هو اتجاه الجارد واير وليس اتجاه الاميتر. وفي الحاله دي انا هبريفنت الليكج كارنت ان هو ياثر لي على قيمه التيار بتاعي، ومن ثم قيمه المقاومه اللي انا عايز اقيسها. كويس، في الحاله دي الدايركت ديفليكشن ميثود هلاقيها بالشكل اللي هو قدامي ده. اول حاله ان انا مش هستخدم فيها الجارد سيركت او الجارد واير، وفي الحاله الثانيه هستخدم الجارد واير. لو مش هستخدم الجارد واير هلاقي السيركت بتاعتي بالشكل اللي هو قدامي ده. انا مستخدم فيها الانون ريزيستنس اللي هي الهاير ريزيستنس اللي انا عايز اقيسها، مستخدم فيها الفولتميتر عشان خاطر يقيس لي الفولت اكروس هذه المقاومه، مستخدم فيها اميتر عشان يقيس لي التيار اللي هو ماشي في المقاومه بتاعتي دي، وعندي الانسوليتور اللي انا حاطه اللي هو عباره عن مقاومه وكباستور الاثنين امبارح محطوطين مع بعض. ناخد بالنا في الحاله الاولى انا مش مستخدم الجارد سيركت، الجهد بيقيس لي فعلا الجهد اللي هو موجود على المقاومه، لكن للاسف الاميتر هيقيس لي التيار اللي ماشي في الريزيستور اللي هو اي ار، زائد التيار اللي ماشي في الليكج، تيار الليكج بقى اللي هو تيار مين؟ تيار الانسوليتور، اللي هو تيار الانسوليتور، يبقى الكرنت ديو تو الانسوليشن. حلو جدا، يبقى الاميتر هنا هيقيس لي التيار بتاع الريزيستنس اللي انا عايز اقيسها فعلا، زائد تيار الليكج كرنت اللي هو جاي من الانسوليتور. قال لك طيب عشان اتغلب على الحته دي انا هوصل الجارد واير. هوصل مين؟ الجارد واير او الجارد سيركت. الجارد سيركت بقى لما تيجي هلاقي ان
انا حطيت الانسوليشن عادي جدا جدا، مفيش مشكله خالص، تمام كده، كويس جدا. بس الجارد بقى، الجارد واير هي باي باس الليكش كارنت تو ذا جارد واير. شوف، انا هخلي الاميتر فقط يقرا لي التيار بتاع المقاومه اللي انا قايسها، اما الليكش كارنت اللي جاي من الانسوليشن او الانسوليتور يعني هيمر في الجارد واير اللي هو فوق ده. شوف، باي باس، باي باس يعني ايه؟ انا فتحت له طريق تاني، فتحت له طريق تاني، يعني خليت الاميتر فقط يقيس تيار مين؟ تيار المقاومه بتاعتي. يبقى في الحاله دي الاميتر is going to measure only the correct value of the resistive current. هيقيس الايه؟ هيقيس فقط ال correct value من ال resistive current. So we getting the true value of the resistor او the resistance current and the true value of the voltage so we can measure the resistance. يبقى عشان ابريفنت الليكش كارنت ان هو يبقى معايا في التيار بتاع الريزستيف اليمنت اللي انا بقيسها، لا انا هحط له جارد واير او جارد سيركت. الجارد واير ده هيخلي تيار الليكج يمر في الجارد واير ولا يمر في الاميتر او حتى في الايه، التيار بتاع الريزستيف اليمنت بتاعتي. هي دي ازاي احمي السيركت بتاعتي من ان هي تقيس او اخلي الليكج كارنت ياثر على الليكج كارنت اللي هو جاي نتيجه مين؟ نتيجه الانسوليتور ده اللي هو ياثر على تيار المقاومه بتاعتي اللي انا عايز اقيسها. طيب قال لي بقى الدايركت ديفليكشن ميثود. الدايركت ديفليكشن ميثود بستخدمه عشان خاطر اقيس الانسوليشن ريزيستنس اوف ا كيبل اللي هي فيها حاجه اسمها ميتاليك شيز. حاجه اسمها ايه؟ ميتاليك شيز. يبقى انا يعني غالبا مش هطلب منكم ديت، لان طبعا انا عارف ان هي خاصه بالهاي فولتج والهاي ريزيستنس والحاجه ديت خاصه بباور. لكن خلينا نقول انا لو هستخدم الدايركت ريفليكشن ميثود عشان اقيس مقاومه معدن عليه انسوليتور، والمعدن ده عباره عن حته من الميتاليك شيز اللي احنا بنسميه يعني سميه مثلا ايه، جزء معدني او اي حاجه. يبقى انا عندي الجزء المعدني، الجزء المعدني ده هحط عليه انسوليتور ماده عازله، وتحتيها هلاقي الايه؟ الكوندكتور بتاعي، دايما موجود في الكابلات بتاعت الكهرباء اللي احنا بنشوفها، الكابلات الكبيره العملاقه ديت اللي احنا بنشوفها تحت الارض. بتلاقي الجزء المعدني وعليه الماده العازله اللي هي عامله زي الالومنيوم دي، وتحتيها بلاقي ايه؟ بلاقي الانسوليتور. بلاقي اسف الجزء الكوندكتور، ده اللي انا عايز اقيس مقاومته بقى، اللي هي المقاومات الكبيره. كويس. انا في السيركت دي يبقى انا عندي الميتاليك شيس، وعندي تحتيها على طول الانسوليتور ماتيريال، وتحتها على طول الكوندكتور بتاعي. حتى ديت ممكن تشوفها في الكابلات، طبعا الكابلات الايثرنت والحاجات ديت تبقى مش هاي فولتج ولا حاجه. ومتوصل معاهم الجلفانوميتر عشان خاطر يقيس لي التيار بتوين الكوندكتور والميتاليك شيز. هنا وصلت مين؟ وصلت الجلفانوميتر، وحطيت سويتش ما بين الجلفانوميتر وما بين الكوندكتور بتاعي، وعندي الفولتميتر بره اهو. كويس. انا خد بالك، سروز كوندكتور على الكوندكتور ده، we want to measure the resistance of the conductor. انا عايز اقيس الريزيستنس بتاعت الكوندكتور. So we connect the galvanometer to measure the current. انا هحط الجلفانوميتر عشان اقيس الكرنت، ومنه هستخدم قانون اوم وهحسب قيمه المقاومه بتاعت الكوندكتور بتاعي. قال لك خد بالك بقى، فين الجارد واير؟ الجارد واير is connected over the insulating material to bypass the leakage current through it. اهو. يبقى ده الميتاليك شيس، خدت منه واصله مع الفولتميتر، والوصله الثانيه اهو قمت رايح موصل على الانسوليتر بتاعي الجارد واير. ادي الجارد واير اهو، شاورت عليه سميته الجارد واير، والجارد واير اهو دخل فيه مين؟ التيار بتاع الليكج، ووصلت بطريقه ما مع الفولتميتر. يبقى الجارد واير از كونكتد اوفر ذا انسوليتور ماتيريال اهو. ليه؟ عشان يعمل باي باس للليكج كارنت ثرو ات، يسحب هو تيار الليكج. وفي الحاله دي شوف بقى، هو اذا سويتش از كونكتد، لما اخد الطرف السويتش ده واقوم عامل له كونكشن كده اوصله ببعضيه، ايه اللي هيحصل؟ قال لي الجلفانومتر الشورت سيركتد. حلو جدا، يبقى الجلفانومتر هيعمل له ايه؟ هيحصل له توصيل، يبقى شورت سيركت. اند الكرنت اي ار، هلاقي الكرنت اي ار ده هيحصل له ايه؟ ويل فلو تو ذا كوندكتور، اند الجلفانومتر ويل ميجر التيار اللي هو اسمه اي ار. هو احنا اصلا لو قمت قايس التيار هقدر احسب قيمه المين؟ قيمه المقاومه بتاعت الكوندكتور، لان ده اصلا الغرض من السيركت، ان انا احسب مقاومه الايه؟ مقاومه الكوندكتور اللي هي بنسميها هاير ريزيستنس دي. بس هقيسها ازاي؟ قال لك
الاول طالما عندي انسوليتور في المعدن بتاعي، يبقى انا عندي ميتاليك شيس وعندي انسوليتور وعندي معدن، انا عايز اقيس مقاومه المعدن، وعندي انسوليتور فوق، هقوم موصل الجارد واير مع الانسوليتور، حلو جدا، واقوم موصل انا مع الكوندكتور ده الجلفانوميتر، واقوم موصل مع الجلفانو ده سويتش عشان خاطر ايه؟ لما السويتش يقفل الجلفانوميتر يحصل له شورت سيركت، يمر تيار من الجلفانوميتر ثرو مين؟ ثرو الكوندكتور بتاعي، وبالتالي هقيس قيمه مين؟ وبالتالي هقدر اقيس قيمه التيار بتاع الكوندكتور بتاعي، واقدر اقيس قيمه مين؟ قيمه المقاومه بتاعتي. كويس، ده الحاله دي لو انا عندي ميتاليك شيس بالشكل ده وعايز اقيس قيمه المقاومه بتاعت الايه؟ الكوندكتور بتاعي باستخدام الجلفانوميتر، وبحكم ان انا حطيت جارد واير معايا عشان يسحب الليكج كارنت اللي هو جاي من الانسوليتور ماتيريال اللي انا حاططها دي. كويس جدا. الحاله الثانيه قال لك انا مش هستخدم ميتاليك شيس. طب يا عم مش هستخدم ميتاليك شيس، امال هوصل كهرباء ازاي؟ هنا الميتاليك شيس كان دوره اهو ان هو وصل لي يقفل الدايره عشان يوصل جهد في الفولتاميتر. طب هوصل كهرباء ازاي؟ قال لك تعالى بقى انا هعمل هستخدم جارد واير على الانسوليتور بتاعي، بس خد بالك بقى انا هوصل كهربا عن طريق ان انا هستخدم ايه؟ هغمس المعدن بتاعي في ميه immersed in a water in a tank to complete flow the current. يبقى انا هروح اوصل المعدن بتاعي، بص السكه بتاعتي هي ده المعدن اهو، وحواليه الانسوليتور اهو مفيش مشكله خالص، وموصل المعدن بتاعي بجلفانوميتر وعليه سويتش ماشي، وقمت واخد الطرف الثاني اللي هو بيعمل باي باس للتيار بتاع الليكج موصله بالجارد واير اهو، كويس جدا. طب انا هقفل طرف الفولتمتر ازاي؟ قال لك هسقط الطرف الثاني الفولتمتر في ميه، الميه دي محطوطه جوه تانك، كويس، بس الميه دي بيسموها سيلاين ووتر، بيسموها ايه؟ يعني ايه سيلاين؟ يعني ميه محطوطه في محلول ملح لسببين، محلول الملح بيزود تأيون الميه وبالتالي بيكريت لي اللي هي النيجاتيف تشارج والبوزيتيف تشارج برضه الاثنين مع بعض عشان خاطر يقفل لي السيركت، وكمان بيحافظ على درجه حراره الميه عند 20 درجه سيليزيوس، بيحافظ على درجه حراره الميه عند 20 درجه سيليزيوس. يبقى انا الكيبل بتاعي زي ما انا شايف اهو، ده الكيبل عليه جارد واير محطوط على الانسوليتور، وتحتهم على طول اللي هو الكوندكتور بتاعي، وصلت الكوندكتور بجلفانوميتر وحطيت عليه سويتش، والطرف بتاع الانسوليتور قمت عامل له باي باس مع الفولتميتر، والطرف الثاني الفولتميتر حطيته في ميه بمحلول ملح عشان خاطر لسببين، يحافظ على درجه حراره الميه عند 20 درجه سيليزيوس طول اليوم، الحاجه الثانيه ان هو يزود تأيون الميه وبالتالي هيكريت لي النيجاتيف ايون والبوزيتيف ايون اللي هي هتقفل لي السيركت بتاعي الفولتميتر بتاعي عشان اقدر اقيس التيار اللي مر في الكوندكتور عن طريق الجلفانوميتر. وفي الحاله دي انا اقدر احسب الان نون ريزيستنس بتاعتي عن طريق قانون او، الريزيستنس بتساوي الفي على قيمه التيار بتاع الكوندكتور بتاع اللي هو اسمه اي ار. طب ما انا دلوقتي عارف الفي وعارف قيمه التيار، اقدر احسب قيمه مين؟ اقدر احسب قيمه المقاومه. انا اقف لغايه هنا، وان شاء الله المره الجايه هندرس مع بعض الطريقه الثانيه اللي اسمها اللوس اوف تشارج ميثود في طريقه قياس الهاي ريزيستنس فاليو.